في سياق مشابه قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة. أشار تقرير رسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في هذا الشأن إلى أن عدد النازحين في العالم وصل إلى 82 مليون و400 ألف نازح، وهو عدد قياسي بالرغم من جائحة كوفيد-19. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية. سيد محمد، أرحب بك إلى هذه الجولة. أهلا بكم. ونحن نتحدث عن النازحين وعن هذا الرقم الكبير من النازحين، هل لك أن تحدثنا عن الدول الأعلى معدلا في تصدير هؤلاء النازحين؟ الآن في الواقع دول الشرق الأوسط هي الدول الأعلى معدلا في تصدير هؤلاء النازحين. هناك نوعين من النازحين، النازحين الذين ينزحون إلى داخل بلادهم، ونجد ذلك في حالة سوريا على سبيل المثال. هناك ملايين من السوريين الذين تم تنقلهم داخل سوريا، وهناك النازحين الذين أو اللاجئين الذين يذهبوا إلى الخارج، ونجد ذلك في العديد من مناطق العالم، والأعداد أصبحت تتزايد لأسباب عديدة. أولاً الاضطرابات والمشاكل السياسية والحروب التي اندلعت وما زالت مستمرة في العديد من مناطق العالم، وثانياً عدم قدرة الحكومات بعض الدول مثلاً في أفريقيا على ضمان وتأمين وسائل عيش لخاصة الشباب. نعلم أنه في الكثير من دول النامية نسبة الشباب تزداد يوماً بعد يوم، ولا توجد هناك فرص عمل لهؤلاء الشباب، لذلك يفكروا بالهجرة والذهاب إلى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والكثير منهم إلى أستراليا، ويلجأوا هؤلاء هناك يذهبوا هناك. الآن بعض الدول تقوم باختيار اللاجئين أو المهاجرين حسب احتياجاتها، ولكن في الكثير من المناطق على سبيل المثال في أوروبا عندما جاء أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى أوروبا، ألمانيا وبعض الدول الأوروبية استقبلتهم ومنحت بعض التسهيلات، ولكن هذه الهجرة تؤدي إلى نوع من عدم الرضا لدى طبقات من الشعب الشعوب الأوروبية أو شعوب الدول التي تستقبل اللاجئين. صحيح، هذا بعد آخر من هذه القضية سيد محمد. ذكرت أن هناك العديد من الدول وعلى رأسها ألمانيا استقبلت هذه الأعداد من النازحين، وهذا بالطبع يثير بعض الامتعاض من قبل بعض المواطنين. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر أو تؤثر هذه الحالة على وضع هؤلاء النازحين؟ أصبحنا في البداية كان هناك تسهيلات، كان من السهل أن يأتي النازح أو اللاجئ إلى، طبعا هناك يجب التمييز بين النازح واللاجئ والمهاجرين الاقتصاديين واللاجئين بسبب ظروف الحرب، يعني في القانون الدولي هناك تمييز في الاصطلاحات. الآن في أصبح الآن بسبب وباء الكورونا أو جائحة الكورونا، وبسبب أيضا تدهور الأحوال الاقتصادية في الغرب، أصبح هناك نوع وحاجة الدول للأموال من أجل الوقوف في وجه الأزمات الاقتصادية. أصبح من الصعب، أصبحت استقبال المهاجرين واللاجئين أكثر صعوبة مما كان عليه في السابق. وجدنا الآن أنه أعداد حتى العمليات الطعن
اضطهاد لبعض المهاجرين في أوروبا الغربية أصبحت شائعة الآن، والتهجم على المساجد ودور العبادة إلى آخره. فبالتالي هذا طبعا يؤثر على إمكانيات استقبالهم. يجب أن لا ننسى أيضا أن هناك مئات الآلاف من المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين. أنا أعرف الكثير في بلجيكا على سبيل المثال، هناك آلاف من الأشخاص وجودهم في بلجيكا يرجع إلى 10 سنوات 8 سنوات، وحتى الآن لم يتمكنوا من الحصول على أوراق إقامة ويعملوا بالأسود وأوضاعهم سيئة جدا. يعني فبالتالي والآن صعوبة الأوضاع الاقتصادية وظاهرة التسحر وشح المياه، الكثير من الخبراء يرون، وحتى خبراء الأمم المتحدة يرون، أن الحروب القادمة هي حروب مياه. شح المياه في الكثير من المناطق سيؤدي إلى ضعف فرص العمل وسوء الأحوال الاقتصادية، وبالتالي ازدياد الهجرة، والأمم المتحدة تخشى من هذه الظاهرة وتحذر منها. وطبعا وتركيز الكثير من الدول على سبيل المثال تونس، التركيز على القطاع السياحي كجزء أهم من الاقتصاد، بعض الخبراء يعتبر أن ذلك خطأ كبير، لأن السياحة لا يمكن لها وحدها أن توجد تنمية مستدامة في الدول، والفرص العمل التي يوفرها قطاع السياحة تبقى محدودة في مستوى معين. سيد محمد، العمالة في الفنادق إلى آخره. العائق الاقتصادي أمام الدول التي تستضيف هذه الأعداد من النازحين، برأيك خاصة في ظل هذه الظروف التي تحدثت عنها من جائحة كورونا وكل ما يتعلق بهذه الجائحة أيضا، كيف تدير هذه الدول شؤون هؤلاء النازحين في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه المصاعب؟ الكثير من الدول خاصة الأوروبية سمحت لهؤلاء وأعطتهم مساعدات تكفي للعيش بمستوى حد أدنى من الحياة. فبالتالي في البداية يعني كان هناك إمكانيات لمساعدتهم إلى آخره، ولكن نجد أن الكثير من الدول الآن بدأت تقلص من المساعدات التي تقدمها للناجحين واللاجئين والمهاجرين، ودول أخرى الآن بدأت تفكر في إعادة أعداد منهم من لم يحصل على حق الإقامة الشرعي. وهذا هو سؤالي القادم سيد محمد، إعادة هؤلاء النازحين، ما الجهود، ما شكل الجهود التي تقوم بها هذه الدول الأوروبية لإعادة هؤلاء النازحين وربما إزالة هذا العبء عن كاهلها؟ بعض الدول اقترحت تقديم مساعدات، كان هناك الاتحاد الأوروبي عندما حصلت مع الأزمة مع ليبيا، كان هناك المفروض أن يتم وضع برامج تنمية للدول شمال إفريقيا والدول المجاورة على سبيل المثال لليبيا، كي تشجع المواطنين هناك البقاء داخل أراضيهم. وأيضا كان هناك برامج على أن تقدم على سبيل المثال المفوضية، الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لإعادة هؤلاء المهاجرين أو اللاجئين، ومنحهم إمكانية بسيطة من أجل أن يقوموا ببدء بأعمال داخل بلادهم. ولكن كل هذه المحاولات يعني لم تنجح، ومن الصعب على أي إنسان يترك بلده، ربما يأخذ الجزازف بحياته ويأخذ يعبر البحر ويصل إلى أوروبا، من الصعب إقناعه بالعودة إلى بلاده، وذلك لأنه بالنسبة له يظن أنه وصل إلى الجنة الموعودة. وطبعا بالتالي ماذا سيحصل لاحقا بعد وصوله إلى تلك الدول؟ وربما أيضا سيد محمد نقطة خاصة بالوضع الخاص ببلدان هؤلاء النازحين، الكثير من الدول التي صدرت هؤلاء النازحين لم يتم تغيير في أوضاعها، ما زالت الحرب مستمرة في الكثير من الدول، ما زالت الظروف الاقتصادية على حالها منذ أن نزحوا. ما الدول الأوروبية التي أو ما الجهود التي تحاول الدول الأوروبية أن تقوم بها على صعيد مساعدة هذه الدول، على صعيد حل المشكلة من جذورها وليس فقط إقناع النازحين بالعودة؟
كان هناك برنامج مع المفوضيه الاوروبيه مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق باللاجئين الذين ذهبوا الى اوروبا عبر ليبيا وعبر البحر المتوسط، ان يتم اقامه صندوق للتنميه، تنميه تلك الدول. ولكن جاءت ازمه الكورونا ولا توجد الامكانيات الماديه لدى دول الاتحاد الاوروبي للاستثمار في هذا المجال. ما ايضا يثير القلق بالاضافه الى ما سبق هو أن حتى الطبقة المتوسطة من المواطنين في الدول النامية أصبح حلمهم الوحيد الهجرة والحصول على جواز سفر أجنبي. يعني الكثير من أشخاص أعرفهم يكون لديه وضعا لا بأس به في بلده، يحاول الحصول على تأشيرة من أجل أن يذهب إلى أوروبا ويحصل على الجنسية الأوروبية. فبالتالي هذا أمر مزعج ومقلق في نفس الوقت، يعني هجرة العقول وهجرة الأشخاص الذين بإمكانهم خدمة وطنهم عندما يبقوا في داخل وطنهم. ولكن هل الحكومات في الدول النامية تقدم فعلا التسهيلات وتقدم فعلا رواتب تجعل هؤلاء الأشخاص قادرين ومقتنعين بالبقاء في وطنهم؟ وهناك مشكلة أخرى أيضا وهي الشائعات، يعني البعض يتحدث يذهب إلى أوروبا ولا ندري كيف يعيش هناك، ولكن عندما يتحدث عن طريقة حياته وأسلوب حياته في أوروبا وكأنه يعيش في الجنة ويتحدث إلى الآخرين يفتخر بما حصل عليه إلى آخره، ولكن واقع الحياة هناك ليس هكذا. فيجب الحذر من كافة هذه الأمور، وأعتقد على حكومات الدول النامية أن تعمل بشكل أكبر على إبقاء هذه العقول، هذه الأيدي العاملة. يعني أريد أن أعطي مثل لتحسين مستوى المعيشة وتحسين الرواتب وخلق وظائف. كما ذكرت، يعني بناء ناطحات السحاب، وهنا أود أن أكون صريحا معكم، بناء ناطحات السحاب، الاعتماد على السياحة الأجنبية من أجل إحلال التنمية المستدامة، هذا أمر لا يكفي من أجل إحلال الاقتصاد واقتصاد مستدام، خلق وظائف، اقتصاد واقعي عملي. سيد محمد، أعود معك إلى النقطة الخاصة بالبرامج التي تقدمها على سبيل المثال الجهات التابعة للأمم المتحدة، المفوضية الأوروبية وما إلى ذلك، لدعم هؤلاء اللاجئين. ما إسهام هذه البرامج في تحسين معيشة اللاجئين بشكل واقعي على أرض الواقع؟ هل تكفي؟ يعني على أرض الواقع، يعني نأخذ على سبيل المثال اللاجئين، نأخذ على سبيل المثال اللاجئين في الأردن. هناك أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، اللاجئين العراقيين إلى آخره، هناك مخيمات، معسكرات. يعني مع الأسف البرامج الأجنبية هي فقط كي يعيش، يتمكن هؤلاء الأشخاص من الاستمرار في العيش، ولكن أي وسيلة وفي أي مستوى من الحياة هؤلاء الأشخاص يعيشون؟ داخل معسكرات، داخل مخيمات للاجئين. فبرامج الأمم المتحدة والبرامج الدولية للمساعدة هي مساعدة معناها أن يبقوا يتنفسوا، يأكلوا، يشربوا، يناموا، ولكن تحت أي ظروف؟ وهذه الظروف صعبة جدا. يعني فبالتالي أهم شيء هو أولا وقف الحروب واستثمار الأموال. يعني لو ننظر إلى العالم العربي، الأموال التي أنفقت على شراء الأسلحة لو تم إنفاق 10% منها من أجل تنمية بلادنا، تنمية الدول الإفريقية، الدول العربية، لاستطعنا أن ننمي بلادنا بشكل يجعل على العكس الأجانب يحاولون القدوم للعمل. والحروب هي السبب الرئيسي بالفعل سيد محمد في هذه الأزمة. ونقطة أخرى وهي عدم تمكن بعض الحكومات من استباق الأحداث. يعني على سبيل المثال منذ 10 سنوات نتحدث عن أن الحروب القادمة هي حروب المياه، ولكن ماذا فعلنا في دولنا؟ هل قمنا بإنشاء محطات تحلية مياه؟ هل قمنا باستباق بعض الأحداث؟ على سبيل المثال ما يجري حاليا فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وهذه كلها ستسبب بالتالي شح المياه، سيؤدي إلى ظاهرة التصحر وعدم زيادة الإنتاج داخل تلك الدول، وبالتالي يجعل الشباب خاصة يفكرون بالهجرة،
طبعا بالظروف إذن التي الفئة الأكبر يعلمها من الجميع. النازحين يمكن اعتبار أنهم الشباب، حتى ذلك يرجع أيضا إلى الأسباب المعنوية والشائعات التي تحدثت عنها. أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، حدثتنا عبر سكايب من بروكسل.